أذكر أنا من ذكريات مع خالد كنا في انهيار 2006، وكان أي أحد تقابله في الشارع تعابير وجهه تحكي لك معاناته، لأن كان 3/4 الشعب السعودي في الأسهم، وكانوا عندنا نظرية أنه خلاص انتهى الكون، انتهى، سكر الناس بالدين. كنت أبحث عن أحد ينظر الموضوع من خارج الإطار، ألقى خالد ود عمي. خالد ود عمي لما أجي عنده أحس أنه أصلا ما عنده ولا ريال في الأسهم، علما أنه هو نفسه كان يعني بالأرقام، يعني عشان نكون أكثر عملية بالأرقام، هو أكثر واحد متضرر من النزول، لكن أنه يحسسك أنه حتى أنه مو مستثمر في السوق، يضحك يطبخ يعيش يومه، ما يفكر في الموضوع، هو متوكل على الله، مسوي دراساته واستثماراته في شركات جيدة وعائدها جيد وتدار بطريقة احترافية. هذه الأشياء خلت أبو الوليد ملاذ لنا في وقت الأزمات.